أنا جدا سعيد بوجودي في هذا البلد الرائع. السلام عليكم، أنا محمد حاتم درويش عنزان، فلسطيني من القدس من مدرسة حسن الثانية. برحب بكل الضيوف الكرام، وحاب إنه أحكي إنه اليوم كان كثير جميل جدا، وانبسطنا مع الطلاب المغربيين من جميع جنسيات العالم. كمان حسيت بالتوتر شوي لما حكيت الكلمة، وأول مرة في حياتي بسمع دقات قلبي. بس بس الحمد لله مرت على خير. وانا بشكر الكل. اللي حاب احكي انه احنا بنعاني بصعوبات كبيره من ناحيه التعليم في فلسطين بسبب التقييدات اللي عاملها علينا الاحتلال الصهيوني، ومن صور التضييق الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني كطلاب ايضا. واحد، تشويه المنهج الفلسطيني، انهم بيشوهوه، بيدخلوا بعض من منهجهم الاسرائيلي الغريب اللي عمرنا ما اعترفنا فيه، بيدخلوه على بعض المناهج الفلسطينية، بيحاولوا يستولوا على المدارس الفلسطينية وتحويلها لمناهج إسرائيلية، وطبعا غصب على المدارس مش قصرا زي ما بيحكوها. وأيضا من ناحية حواجز، لما الواحد يطلع من بيته في فلسطين ما بيطلع بأمان، ما بيحس بالأمان بالمرة. أمي بضلها تن عليه، أمي بضلها تن علي، بضلها تن على أخوي، ما بنحس بالأمان لما نطلع. بالنسبة للمدارس دائما نوصل متأخرين لما نكون برا الحاجز. لما نروح أساسا نحكي لهم من الحاجز أخرونا، بيحكونا خلص ما هو إحنا زيهم. هذا الإشي المفروض على الجميع وما بنقدر نحكي. وإحنا حابين نوصل صوت الفلسطينيين للعالم، ونوصلها عن طريق العلم والمؤتمرات اللي زي هاي، هي اللي بتوصل صوتنا للعالم. وكل حدا عرف إيش عن فلسطين راح يحكيه، وإن شاء الله إنه الإعلام الصهيوني اللي بيحاول إنه يخرب بعض الحقائق إنها تظهر في هذا المؤتمر.